حجرا محجرين محجرا من ايش؟ اثر الوضوء. من اثر الوضوء. نعم. ففي ملائكه يردونهم فيقول راس المشر ليش؟ قال لك ما تدري ماذا احدثوا بعدك سلام. ما تدري. لذلك بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في ديننا هذا ما ليس امرنا احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذلك نقرا ونتعلم وندرس ونحفظ وكذلك نسال في حاله التباس الامر علينا العلماء الربانيين. وفي هذا الزمان الحمد لله عندنا علماء ربانيين فضل الله عز وجل موجودين الان على الساحه، ومنهم من توفوا باقي اثره وباقي كتب تدرس الى الان، وموجودين على الساحه الان ما شاء الله علماء ربانيين. وجعلت الدوله ناس معينين للفتوى، ما هو باي واحد رشده، ناس معينين مخصصين للفتوى. ابو عبد الله صح تفضل. نعم احسنت يا شيخ وجزاكم الله خير على يعني على الابيات الطيبه الجميله. لكن اعود على موضوع التاليف والكتاب. نعم. احسنت. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ابن عباس هذا كان في وقته يعني كان يعني جهبذ، كان يعني ذكي ذكاء خارق، لأن أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففقهه الله في الدين وعلمه التأويل. ومن طلابه رضي الله عنه مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة من طلابه. فمما أثر عنه رضي الله عنه كان مرة من المرات جالس عند الكعبة وكان عنده طلابه من ضمن طلابه مجاهد بن جبر من أكبر طلابه. نعم. فيقول مجاهد بن جبر راجعته القرآن، يعني ابن عباس عند الكعبة راجعته القرآن عند الكعبة 3 مرات، كل آية أمر عليها أسأله عنها عن تفسيرها. تخيل ابن عباس يفسر القرآن كله من أوله إلى آخره، ومجاهد فعلا مجاهد اسمه على اسمه، جلس عند ابن عباس يسمع القرآن، يسمع تفسير القرآن منه آية آية، يعني كم جلسوا؟ كم؟ يوم يومين أسبوع شهر شهرين أشهر. هذا الكلام هذا العلم الذي أخرجه مجاهد عن هذا الإمام العالم ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس، وين راح العلم هذا كله؟ بل أعطيكم قصة أعجب من هذه ذكرها المؤرخون عن ابن عباس. يقول مجاهد بن جبر كان ابن عباس رضي الله عنه جالس عند الكعبة يصلي، وكنت معه ومعه بعض الطلاب، فقل جاء بعض العرب إلى ابن عباس، عرفوا أنه حبر الأمة، وعرفوا أنه يعني ترجمان القرآن، أنه ترجمان القرآن، وأنه رجل يعني عنده علم بعد مكبر سنه. وإن لم تخن الذاكرة كان في عهد عثمان. المهم جاءوا هؤلاء الأعراب وكان عندهم يعني بعض العلم، فجلسوا عند ابن عباس قالوا أعطنا من القرآن تفسير القرآن. قال اسألوا أنتم يسألون عن الآيات. قال مجاهد سألوه عن أكثر من 150 آية من القرآن، كل آية يأتي بتفسيرها وبيت شعر في تفسير هذه الآية. يستشهد ببيت شعر. استشهاد بالتفسير وبيت شعر على كل آية. نعم. فلما سألوا قالوا أنت تحفظ الشعر أنت؟ فقال مجاهد عنه أنه يفسر القرآن كله ببيت شعر. بيت شعر. أبيات شعر. تخيل كم آية في القرآن؟ 6600 وشوي. يعني عنده 6640 بيت شعر في القرآن. ابن عباس ده. يعني استشهد ببيوت كانت في الجاهلية تفسر القرآن. على القرآن نعم. نعم كلمات نعم. وترى هذا موجود. نعم صحيح. اللي يفتح الجوجل يلقى موجود ابن عباس وتفسير القرآن بالشعر. نعم مثل وثوبك فطهر. إيه؟ ذكر بيت لعنتر بن شداد واشك بالرمح الاصم ثيابه. يا سلام. يعني قلبه، فحنا نعتقد انه الثوب، ولكن عنتر يقول اشك بالرمح الاصم ثيابه يعني قلبه، فعرفوا ان الثوب المقصود في القرآن هو القلب. يا سلام. وقلبك فطهر. نعم. شوف ابن عباس هذا الحفظ من الأبيات وحفظ من التفسير، هذا كله من جمعه؟ جمعه مجاهد. نعم. ابن جبر طالبه مجاهد، وقتادة ابن دعامة جمعوه، فبدأ هذا علم اسمه علم التفسير، بدأ من عهد الصحابة، وجمعه مجاهد وقتادة ومقاتل بن سليمان.
ثم جمعوه، لما جمعوه من دونه كله؟ شعبة بن الحجاج رحمه الله. عام كم؟ عام 160 جمع علم التفسير. عام 160 هجري. نعم نعم، يعني بعد عمر بن عبد العزيز. نعم. فجمعه من اولئك التابعين والسلف لما اخذ هذا العلم، جمعه عام 160. ثم جاء وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح شيخ الشافعي كما قال في البيت: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني ترك المعاصي، وقال اعلم بان علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا من هو ذا؟ هذا وكيع بن الجراح. نعم. جمع التفسير. هذا الشيخ الشافعي ترى، شوف العلماء كيف. عام 197 هجري. ثم جاء بعد سفيان بن عيينة عام كم؟ 198. ثم جاء يحيى بن سلام البصري عام 200. ثم جاء ابن ماجه رضي الله عنه اللي هو مؤلف السنن، ابن ماجه عام 273. ثم جاء بعدهم، يقول أهل العلم هذا أفضل وأجمل وأعظم كتاب في التفسير، من هو؟ ابن جرير الطبري رحمه الله. رحمه الله عام كم؟ 310. أقدم تفسير شامل عرض فيه الأقوال والروايات المختلفة في التفسير وتوجيهها والترجيح بينها، كما عرض للإعراب والاستنباط واللغة. هذا عام كم ذا؟ 310. ونقول لمن لا يعرف هذا كله: اقرأ التاريخ وارجع إلى هذا الكلام كله مكتوب. كتبه أولئك عام كم؟ أول واحد عام كم؟ عام 160 هجري. وبعض ما تكلم عن الكتاب يقول كيف جمعوا وكيف كتبوا وكيف وكيف. نقول ارجع وتعرف كيف كتبوا وكيف جمعوا. هؤلاء جمعوا الكتب هذه وكتبوها كما قال عنهم بعض العلماء: جمعوها بدمائهم وبعرقهم. ويجي واحد في آخر الزمان جالس متك باستراحة ولا مجلس يقول: والله ما أدري منين جمعت الكتب هذه، ما أدري من جمعها. وش يعني؟ معليش يعني على العبارة هذه نقول: أنت تتكلم عن من؟ عن واحد يبيع سوق في الخضرة، يبيع طماطم ولا يبيع كوسة؟ أنت تتكلم على علماء جهابذ، علماء جمعوا كتب. إذا كنت يعني صادق في هذا لا تتكلم قبل أن تتعلم. روح أخذ أحد الكتب هذه المذكورة موجودة هذه، اقرأ مقدمة التفسير فقط، المقدمة في التفسير كتاب كامل ترى لابن تيمية. أنا أبي بس واحد فقط يأخذ مقدمة بس في التفسير، كيف كان منهج العلماء في التفسير، كيف ما هو منهج العلماء المفسرين في التفسير، كيف الاستنباط وكيف الموازنة وكيف الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، هذا كله من يعرفه ذا؟ والمطلق والمقيد من يعرفه هذا؟ ما يعرفها أنا ولا أنت ولا بعض الناس يتكلموا في الكتب، ما يعرفه إلا جهابذة. فنقول روح اذهب واقرأ هذا الكتب وابحث. المقدمة حق التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية مقدمة، طبعا كتابه يمكن أظنه يمكن 150-160 صفحة، هو فقط في المقدمة تفسير. طبعا ابن تيمية له تفسير كامل ترى، أظنه 6 أو 7 كتب، لكن المقدمة اقرأها كيف كان منهج التفسير، منهج العلماء في التفسير، كيف يفسرون القرآن، هل يفسرون بأهوائهم أو بالنقل عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن مسعود. حتى كان بعض الناس نسأل الله العفو والعافية من في عصرنا ومن قبلنا يتكلم في تفسير القرآن، يقول من قالك أن تفسير الآية هكذا؟ من قال لك؟ أقول له قال ابن عباس، ابن عباس يقول، ابن عمر يقوله، ومجاهد ومقاتل، وهؤلاء السلف اللي يعرفون القرآن. أنت رجعت إلى كلامه؟ ما أنت ما رجعت إلى كلامه، ما رجعت، فقط تقول إيش دراك أن هذا أن هذه الآية تفسيرها كذا، إيش دراك؟ طب أنت الآن إيش دراك أنها ليست كذا؟ أنا عندي علم عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود قالوا فيها كذا، كما قال يعني جل وعلا عن المرأة: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وش القروء؟ أقول أنا مرة قلت لواحد وش القروء؟ قال ما أدري. قلت طيب يا أخي، هل علمت التفسير؟ هل رجعت إلى أهل اللغة المفسرين وش معنى القروء؟ وش القروء؟ قال ما أعرف. فبعض الناس يتكلم هكذا بس يشوش، لكن ما يعرف أصلا
القرآن ولا ولم يرجع إلى التفسير أصلا ولا أصول التفسير أصلا كله فقط القرآن. ممكن مداخلة يا شيخ؟ سم ممكن سؤال بس ودي أكمل القرآن هذه بس عشان توضح للناس. لما نقول القرآن الآن قال عنه ابن عباس القرآن هو الحيضة أجلكم الله تكرم أنت الحيضة نعم. وقال بعضهم الشهر فأجمع المفسرون على أن القرء ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. المرأة تتربص ثلاث حيض عشان تطهر ثم بعد ذلك تتزوج. فبعض الناس ما يعرف ايش معنى قروء أصلا ولا يدرس ولا رجع أصلا. لو سألته قال ما أدري. وأنا مرة سألت واحد قلت له قال جل وعلا وحملناه على ذات الواحن ودسر. ايش معنى دسر؟ قال ما أدري. قلت كيف تتكلم في التفسير وفي علم التفسير وأنت ما تعرف كلمة واحدة من التفسير من القرآن؟ دسر ترى معناها مسامير في لغة العرب أصلا. قال هذه لغة عربية؟ قلت نعم لغة عربية. فشف بعض الناس ما أصلا ما رجع إلى التفسير ولا رجع إلى معاني القرآن أصلا ويناقش كأنه يعرف وهو ما يعرف أصلا. لو تقول له يعني مثل هذه أبجديات في القرآن ما يعرفها والنازعات غرقة وش معناها ما يدري ما يدري. قل أعوذ برب الفلق وش الفلق ما يدري وش الفلق. قل الله أحد الله الصمد وش الصمد ما يدري وش الصمد. ويناقش في التفسير وكيف عرفوا العلماء وكيف جمعوه. طبعا اقرأ في هذا الأمر وتعال ارجع ونسولف معك في هذا. نعم تفضل يا شيخ. أقول بعض الناس يشكك في العلماء والأئمة. نعم. وهذا ما يشكك في العلماء يشكك في دينه. أحسنت. لأن هذا العلم دين فانظروا إلى من تأخذه. نعم. فأنت لما تشكك في العلماء الربانيين الراسخين في العلم والأئمة الفضلاء والصحابة وفي التابعين أنت تشكك في دين الله عز وجل. أحسنت. يعني هو يبغى يكذب ولكن بيجي بالطريقة غير مباشرة. صح صحيح. هذا موجود. سم الشيخ. لا شك يعني الإنسان يقرأ القرآن يعني لا يبدأ في مختصر التفسير. صح. علشان أنه في الآن تلقى أحيانا موجود الآن في المكتبات موجود تجد القرآن ومقابله تفسير بعض الكلمات الغريبة في القرآن. نعم. فيقرأ الإنسان ويرجع الكلمة هو يواصل لكن لا يتعمق في التفسير بداية فيصير يعني يتلتبس عليه الأمور ثقيلة. نعم. فالإنسان دائما يحرص والمسلم يحرص دائما على فهم القرآن ولا شك أن التفسير علماء السابقين تعبوا حتى أوجدوا هذا التفسير لنا وجانا الآن مقدم على طبق من ذهب. نعم. الآن مقدم لنا على طبق من ذهب نقرأ خلاص خلاصة يعني تعب العلماء والسلف الصالح خلاصتهم نقرأها الآن ونستفيد منه ونتنور منه. وأصبح الآن حتى تقدر عن طريق الشبكة العنكبوتية تدخل على أي مكتبة. نعم. إسلامية في أي دولة تبغاها وتنتقي منها الكتب اللي تبغاها الإسلامية تنتقي منها أي كتاب مفيد تستفيد منه تأخذه وبعضهم مبلغ زهيد وبعضهم مجانية. نعم. أبو معاذ بضل. أبو ماجد أقول الله يجزاكم خير على هالموضوع. أنا شفت أبو معاذ أبو ماجد شفت.